هذا الشيء لأهداء من أم مشاري إلى ابنتها بيادر بمناسبة التخرج من الثانوية بامتياز. عقرب الساعة وقف لك تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمان. أكتب يا بيادر أهنيك ويعتز الكلام، يوم هنها وبارك وسلم واحتفال. عقرب الساعة وقفلت تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمل، جهدها أكبر وحان السعد والوقت طال، من يسابق للمعالي إلى القمرة وصل. بيادر اللي عزمها والإرادة كالجبال، فكرها في درب الأمجاد بالعلم انشغل، بنت زيد البدمي هو كريم بالعلا، حلمه تحقق بيوم التخرج واكتمل. وامها أم مشاري بنت البدمي الكريم، من طلبت من العلا من نخاف ما يذل، واخوانها مشاري وسيدار سليل الطيبين، كنهم الغيث يسقي الغلا لما نزل. خواتها ريتج وجيد ضياهن كل حين، في شيم أهل الوفا والكرم مغرب مثل، والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب والأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل، والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب والأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل. عقرب الساعة وقفلت تحية واحترام، بارك بيوم التخرج وتحقيق الأمل، جهدها أكبر وحان السعد والوقت طال، من يسابق للمعالي إلى القمرة وصل. بيادر اللي عزمها والإرادة كالجبال، فكرها في درب الأمجاد بالعلم انشغل، بنت زيد البدمي هو كريم بالعلا، حلمه تحقق بيوم التخرج واكتمل. وامها أم مشاري بنت البديم الكريم، من طلبت من العلا من نخاف ما يذل، واخوانها مشاري وسيدار سليل الطيبين، كنهم الغيث يسقي الغلا لما نزل. خواتها ريتج وجيد ضياهن كل حين، في شيم أهل الوفا والكرم مغرب مثل، والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب والأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل، والشكر موصول للي دعمها للجميع، كل من شجع وكل القرايب والأهل. يلا تسعدها وتجعل سعادتها تدوم، يا العزيز العالي الواحد الفرد الأجل، واحد الفرد الأجل.